هي صفات ومشاهد من عمل المرأة الريفية تؤدي رسالتها بالتزام وحرص على الاستقامة وتشبث بالأصالة، ومن وراء ذلك ضمير حي وقلب ذكي وبصيرة نافذة لم تحرم صفات البراعة والصبر والتصميم. ريح تعصف وزوابع تقصف وجيوش من حبيبات الرمل تداحرجها العواصف تفرض قانونا للدفن متواصلا يبتلع كل ما يعترض سبيله في حركة دائبة عبر الفجاج. تشتث مظاهر الحياة وأصولها منذرة باقتلاع الحجر والمدر في حرب سجال، سلاحها جدب وإقفار مقابل مقاومة وتصميم هؤلاء النسوة ودفاعهن المستميت عن الذات وعن نظم عيش هذه الواحات في حياة ألفنها وأحببنها ملؤها الوئام والانسجام. ومع ذلك فقد أدرك الضعف والفتور بعضهن فهاجر صوب المدن المجاورة بل والبعيدة حيث الدعة والرفاه المزعوم. احنا هون جينا 78 من أدرار، خلينا الجفاف، كان عندنا خالو خلال الجفاف وجينا هنا تنواكشوط من دور الصيف نعيشوا بيها. ما يتناهى إلى الأسماع من أخبار تلك المهاجرات يدفع هؤلاء إلى الاحتياط والمقاومة وسرعة التكيف مع الظروف الطارئة وترشيد الموارد المتاحة، وهن يقودن تحولات عميقة بل حركة إصلاح في حياة ساكنة هذه الواحات في قرى ولاية أدرار وفي أعماق أريافها، حيث عانت المرأة برحا وقاست نصبا خلال عقود مضت، خاضت خلالها غمرات الحوادث وركبت أكتاف الشدائد مربية ملهمة وصاحبة إرادة لا تستكين ومنتجة بارعة على مر العصور. كبرت هون في الطبق، دخلت المدرسة هون 61، قلت يا 6 سنين هون لقى. بعد ذلك عدت أسرة صغير وخصص قرايتي وتوفوا تميت لهم في الطوارئ نجي سطع فترة من الزمن قط سنة زوالات أطيلها في المسكن واللي أنا هون هنا توفونا فيها في الأسرة واحدة والدي وتو تميت لهم فيها. عملنا حكمنا بالأسرة على مزارع عندي تعاونيات هم اللي داخلتهم هم واحدة فيه وهم الأسرة واحدة فيه. سيدات بيوت تلقاهن في هذه الواحات أينما يممت وجهك يستقبلن حياة فيها الجد وفيها العمل والكد، لا يعرفن لليأس سبيلا وقد صمدن رغم المصاعب والعقبات متشبثات بالأرض يزرعنها ويمتحين في إصرار عنيد ما تدر به من ماء قليل. وشيئا فشيئا يقهرن الطبيعة الجافة وتلوح بارقة نجاح واعد
يصور الأمل في غير استكانة ويصور التطلع إلى المستقبل في مجهود استثنائي. ما لبث أن مكن هؤلاء النسوة رغم بعد المتناول وشح الموارد من النجاح وتنويع المنتوش موسميا، ليس في الصيف فحسب كما تعود أوائلهن، بل في الشتاء أيضا، حيث منتوش الخضروات والسوابغ نعم الزراعة تحت النخيل بادئة عائدة بخير وفير يخرج من خبايا الأرض ثمرات من كل الأصناف والألوان. ما جاءت وكان طبيعيا أن يثمر هذا المجهود الصبور وجملة التدابير والإجراءات المذكورة منتوجا سنويا من الخضروات فاضت به الواحات والبقاح، وملأ الأسواق المجاورة بمختلف أنواع الخضروات، فضلا عما يوفره من اكتفاء ذاتي للمرأة الريفية في ضوء موازنة جديدة غدا بموجبها الهاجس الذي تتوق إليه هذه التعاونيات محصورا في البحث عن إمكانات للتصدير والتخزين. السنين الأولات الماء ما يجبر قال هي تحصل الزراعة، السنين التالي من عام الأول إلى هي يجبر الماء السوق مولي بالدهوة ما ينباع، تراكم عليه الكارص الخضروات وجيه الخارج وضعف. وهكذا يثمر التوجه الجديد فضلا عن الاستغلال الأمثل والمعقلن للأرض استخدام البرامج الواقعية للرفع من المنتوج والبحث الجاد عن وسائل التمويل إضافية ترفع مستوى هذا المنتوج كما وكيفا. جار مستفاد منها عيال مستفادة منها. ما شاء الله. قال عن الرجال ما هم مضبطين. ها الرجال ما ضبطهم الصغير. قال. كتين على العلاية تأكل شلون الدين قليل. قطع عنه يدور يخرج. نظري كان يعني بين الرجال. أكثر طلب على الرجال يقعد وأكثر المشاكل عندهم المشاكل عليه. العلاية تقضي وأقلم واللي عزم على على الغروب. العليات يقضون نسب محدود تمحمي عليهم، والرجال يقضون الحقيقة ياسر وعال عليهم العليات وعال الأسرة كاملة وعال الزريف. كل يدير ما يلزمه بقوة لا تعرف الضعف هي في الواقع علامة فارقة طالما ميزت ساكنة هذه الواحات عبر العصور. ومعها هذه المرة وسائل عصرية تتيح للنفوس أن تتقارب وللأنشطة أن تتآزر وتتعاون يحدوها فهم جديد أحسن لفوائد ومزايا التكتل والتنظيم والاتحاد. الورقية وخلق التمورية الجدرية اللي يعودها حدج كامل يعود لتحت شو يعود يخسر عليك. وعرفوا هما عن الفردية بلا شبه من الاتحاد غير واتحدوا من أجلاش من أجل الهيئات اللي تجي وتتعامل تختار اللام مع القوة ما تختار مع الجماعة ما تختار تتعامل مع الفرد، وهي هي السبب عقب ذاك اشتغل كل فرد وحده ولا لا تخلق مساعدة مهن كل فردية تنعطارش ما لي بدأ للعالم كامل كل الاستفادة في الاجتماع من الاستفادة في الفرد. الاتحاد إذن مكن من نتائج مبهرة، ومع الاتحاد والتنظيم اصطناع الآليات والبرامج التي تمكن هنا من تطوير الزراعة الشتوية وترشيد الماء، كما في هذا النموذج الذي يمثل ذروة هذا الترشيد إنه الزراعة بالتقطير.
فبين ظلال النخيل وبواكير المنتوج يقطر الماء قطرة قطرة تصنعان الحياة في مشهد غير مألوف يجمع التناغم والانسجام بين قلة الماء التي هي ميزة هذه الصحراء وبين الحاجة الماسة إليه في الإنتاج الزراعي. جمال وحركة يخيمان على واحة ترجيت ومصطافها المتميز، وقد بدأت الحرارة تلذع الوجوه فتغير لون بشرتها، وهو ما يؤشر أن موعد الكيطن قد اقترب وأن سيد الشجر بدت تباشير عطائه تلوح في الأفق. أمارات وعلامات تعني الكثير بالنسبة لهؤلاء المنتجات في أعماق الريف، وقد أكملنا الاستعدادات للقادم، وهن الآن في استراحة محارب يتفيأن ظلال الواحة الرمز ويتمتعن بشلالها البارد وهوائها المعتدل على مدار السنة. يسترقن النظرات إلى البلح وقد بدأ يطيب في مشهد يبدو أقرب إلى براعة استهلال الموسم الجديد ولحظات استعراض تسبق الغائب القادم.
القيطنة هي بالإجماع منظومة إلف ومؤالفة ونزعة وانتزاع لها مدلولاتها الكثيرة في نظر هذا الطيف النسوي صانعات الحدث في كل هذه المواقف التي أتيح لها أن تقترب وتأتلف لتملأ الأرض أعذاقا للتمر نظرة جميلة تلمسها الأيدي وتتناولها الأفواه وقيما تحتويها الجيوب وترقى بها حياة المرأة من طور إلى طور بل وعادات تليدة تكسب الأجسام في رأي الكثيرين هنا قوة وصحة وعافية قوامها نظام غذائي أساسه هذا البلح ونوم هادئ ورياضة بدنية يجمع من التقيناهم أنها تمنحهم القدرة على ما كان يستعصي عليهم من نشاط وأعمال وأن لها مفعولا سحريا يعول عليه هنا في استقطاب من تعودوها وألفوها وهاجروا مع من هاجر. إن شاء الله نسكن تيارت ما نحرك عنها الصيف ولا الشتاء ولا سقط راسي كامل هنا الحمد لله والتيارت زينة عندي والله لنقلعوا حتى لفترة نقلعوا لنقطع نخلي نوالوه ونمشوا نرفدوه ونلقطوا نفصوا ونفصوه وندموه الرجال قاع يعني هم اللي قطيعتوته فرحة غامرة بموسم جني التمور بظل معارف وتجارب مكتسبة في تطوير الوجبات من خلال خلق قيمة مضافة تعزز الوجبة الغذائية التقليدية وترفضها بالجديد وإن ظلت الوجبات الغذائية المرتبطة بالموسم أكثر إثارة كما في هذه الوجبة الصباحية التي يسمونها الكتلة والتي تستقطب هنا جميع أفراد الأسرة فرحين مبتهجين تغمرهم السعادة وهم يختلسون النورات إلى مراحل تحضير وجبة ألفوها وأحبوها عبر القرون لا من أين يعود نقول إحنا اللون أضرب لي حاد زين عاد حلو أقبل يقض حد شهر نخل ويجيب هذا البلح هزليه قلع صيف هذه الطاسة هزليه يدير هذا المهراس ويدقون يعني يدق قبل يتحب الحب إيه الموس ندير في الطاسة وندقوه ندقوه لين يندق هنا راح هي الصالحة فتنا دقيناها لا نعتني نديرو له قرت كمنتي هنا شوفي لا تقلعوا طبسي قلعوا في الطبسي هذا هو صبوح نحن مع الصباح والآخر شيء زين عندنا منه فما إن يظل الموسم مهاجرهم
حتى يوقد وافد النسيم في قلوب هؤلاء لوعة الصبابة ومنازع الحنين، ويوقظ في نفوسهم كوامن ذكريات تدفعهم إلى أن يصطنعوا المشهد اصطناعا ويعيشوه بقلوبهم بعدما حالت ظروف قاهرة أن يعيشوه بأجسادهم وأجسامهم. معك شو قصت ولا عندي ترك ليه نجحوا تلاميذ نجحون من اللي سو قاسوا معك شو الجامعة وقراوا فيه ولاك هو اللي رقم يعني نمشي ليه قال ما نبقي نمشي بعد نبقي لا انتم هم زينا عندي الزرايب هون الواد تيارت زينا عندنا هنا فيها الزمن كامل تم خرف فيها وتم الشت قال رقم الظروف زين ولا نقصها في بادية زيد الخلوات انا اذا راح حالة عندنا البلع عندنا الغنم عندنا الحمير وعندنا النعم تكسروا تعدلوا ذات كم تعدلوا الكسور نعدلوا كل شيء ونعدلوا العيش لا نجافي الشكاوى والبنعرم هو حياتنا وعلياتنا ما ممكن وعليات الدهر زينة الشوبات يلبسون لو عدلوا أبواب ويدلوا الخلق الحمد لله تعد الرحالة العليات شيء أكثر من شعر مشي الحمير مشي هي إذن صور من حياة المرأة الريفية في أدرار، وقصة صمودها يدفعها الأمل وطبيعتها الإنسانية إلى التشبث بالأرض تقهرها وتذللها، لا تعرف كلالا ولا ملالا، تقيم عليها رقيبا من عقلها وزاجرا من رزانتها ووازعا من حصافتها، وقد بلغت ما أرادت منتوجا يملأ النفس روعة وجمالا، بل نعيم كسب وحياة تعطي فيها المرأة الريفية جهدها وتأخذ جهد غيرها، وتحس وهذا هو الأهم أنها إنسان يستطيع أن ينفع وينتفع ويضع عن الأجيال إصر حياة ضاقت به المضاق بها في مشهد مهعم بالخصوصية والتغرد والتميز.